يا شيخ الجيلي اسرع يا ولد اسرع يا اخي اسرع يا اخي شيلي واصلح كيف تمام يا شيخ بوكا شيخ بوكا وين مخلينا وسط الذوب بعد يا اخي طيب انت ما ذاك الخط تنجح يا شيخ بوكا يا اخي ما لك داير تدخل لنا اللوز في قلوبنا يا اخي ان شاء الله انا قلت لك غير الخيمه والكراسي دي ما عندك اي خساره بالنسبه للتور انا اتفقت مع شيخ رحمه الله ان شاء الله الجزار فبدل ما يطبح في جزار يطبح هنا المزول يفوت يشيل تور ويبقى مارق ان شاء الله بالنسبه للتلي من شيخ ناصر يجيب الثلاجه كلها ويجي طلع لوحين لوح في يده ولوح في البرميل المسؤول فات يشيل اللوح في يده وفي البرميل يحطهم في الثلاجه وان شاء الله يشيل الثلاجه تبقى مارق يعني يا دهر ما دخلك شر ان شاء الله طبعا. بالنسبه للمزول لك هنتغدى هنا الميدانيه كيف؟ انت هزول مالك انت كل ما التقى لك تقد علي في حته ان شاء الله اسمع يا شيخ عبد الباقي الموضوع ده ما فيه طريقه غدا المزعول ده الجماعه رايينه في معي تيقه رايينه هناك ما عنده طريقه يتغدى هنا بعدين هنا الحركه دي وقفته عندنا دي عملناها يا شيخ غلط وان شاء الله يعني انتم بس مسكتوا شيخ عباس الشغل ده بقوم لكن عباس بقده من النص لا لا عباس دفاعاتنا بعمل دفاعاتنا خلي لي ايوه بس خلوا لي ثبتوا لي يعني ثبتوا لي وانا ان شاء الله اللي مربط ثبتها لي انا ان شاء الله عامل له دفاعات ثقيله هاي آه لا انا خلاص ايوه ما عليك عليك يلا يا ولد ايوه ايوه انا جاي ما نظفوا جاي ان شاء الله بسرعه نايم نايم خرجوا المسؤول سريع سريع صرف وتصوت على انت وتصوت على انت وتصوت على السرير وتصوت شوي ده صوت شنو؟ اسعاف اسعاف هذا شوي وتصوت يا مهم ما اسعاف يا مهم ما اسعاف ده صوت مزول عباية بتاعتي جاهزة عبايتي جاهزة وين عبايتي؟ استعدى تقول لي اسعاف ده مزول اهلا يا مرعب مرعب ده دي عربيه مع الاسعاف ده ما مسؤول يا بنت الناس بقول لك انا ما بعرف المسؤول من الاسعاف ده مسؤول مرعب عباس مرعب عباس مرعب 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 مرحب والله والله مرحب بك وشرفت ونورت حلتك والله لا جد انا سعيد الليله بزيارتي ليكم دي الله يجزيك خير يا شيخ الله يكرمك يا اخي الله يكرمك لكن ما في كان داعي للخسائر دي والتعب يا اخي لا لا يا اخي ولازم كان يا اخي ما في خساره ولا تعب ولا حاجه الله يكرمك تتغدى معانا انت وجماعتك الليله لا لا البرنامج داغت وبرنامج الغداء في معيتيقة يا سلام أيوة. يا سلام أيوة. انتم لها انتم لها ولهذا الوطن وللشعب يعني انتم ما ملكنا في اسمكم يعني جزاك الله خيرا الله يبارك وبركه الله يبارك بعدين يعني واضح اي بس احنا قلنا يعني ان شاء الله الشيخ تشوفوا مشاكلنا يعني لا لا مشاكلكم واضحه واضحه بياره ثانيه وزلط يا سلام مرحب مرحب مرحب
مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب مرحب بك مرحب بك مرحب بك مرحب بك مرحب. ما تكلموني ما تكلموني، انت موجود هنا معانا وما يكلموني انا. طبعا يا سيد المزول ده عباس من عيان الحلة. مرحب 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 مرحب. شرفتنا والله مرحب. شرفتنا والله مرحب. شرفتنا الف مرحب بك مرحب. الف مرحب بك مرحب. شيخ عباس ان شاء الله هزول مستعجل متغدى في معيتيقه ان شاء الله. لا 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 لازم يكرمنا، لازم يقيف معانا، لازم تاكل معانا الملح والملاح. ها ها البرنامج داغد داغد اي داغد داغد اي. اقول لك حاجه اي، نحن محتاجين لك، نحن دايرين لك تاكل معانا يا شيخ عباس. تاكل معانا في زياره الطلاق. عليه الطلاق، عليه الطلاق، الا كان تشيل العجل ده معاك وشيل البارد لانه يا عباس وشيل معاك عليه الطلاق. لازم تشيل معاك، شيل الحاجات معاك. ودوا البوكسي. ايوه الله يبارك فيك. ودوا البوكسي. مرحب 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 والله مرحب مرحب مرحب, مرحب والله مرحب يا شيخ. الله يبارك فيك. مرحب مرحب. بارك الله فيك. مرحب بارك الله فيك. مرحب مرحب جيلي. مرحب 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 والله مرحب 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 مرحب. مرحب